ومصر كمان يعني دايما على تواصل معاكي، ويشوف لك انت يعني تكريم ليكي في 2019 في واحد من مؤتمرات الشباب من بالظبط. الرئيس السيسي. والحقيقه يعني كان في ما بينكم حوار صغير كده، كنا عايزين نعرف تفاصيله ايه. كل الناس تسألني على الحوار فعلا. اصل هو كان باين على الرئيس يعني قد ايه هو مبسوط بيكي، لانك طبعا انت نموذج يشرف ويتكلم معاكي، فاحنا احنا عايزين نعرف هو قال لك ايه وقتها. أسرار ما ينفعش. اسرار. هو بصراحة كان، أنا حسيت قد إيه هو مبسوط بيا، وكان بيشجعني يعني، كلامه تشجيعي كله، قد إيه هو يعني حسسني بجد إن هو مبسوط بالإنجازات مني أو من غير المصريين كلهم، الشباب اللي بيعملوا حاجات بره مصر أو جوه مصر. ف يعني كان بس كلام تشجيعي